كل هذه الأمور الآن حتكون الفريق الآن الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام. 21 هذا جيرارد يبقى جيرارد على الدفاع. يا عيني اسمع سيرات صنع اللعب التكتيكات الموجودة حين وتصفيق لف 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 لف. شوف يعني البريستر قوي جدا الصانع الألعاب المجميل دور تكتيك دور بالفاعي طايرة في الهواء على طول. هو يا ولد دفاع قوي إلى الأدوار الدفاعية اللي باقي فيها المباراة هو الشكل التكتيك تحقه الهماد بن علي الناني حركة بالإضافة طبعا إلى صانع الألعاب جاك خليل شكل جيد جدا حلوة من عمق 61 هيا الكرة حيوصل البريس عليه على الصحيح اللي فيه ركابة لصيقة من دوربل جاكسون من دوربل جاكسون. شو هاي تدمير جميل دخول في العمق مع التصوير. الله مهمة جدا مهمة جدا. ليش؟ لأن الخسارة هتبقي مع أخت يا ولد الخبير هارولد الخبير هارولد خلي بالك أما شفت أبغى نتكلم على أول دقائق ربع معنا مليت للفريق اللبناني لازم الفوز في هذه المباراة جملة أسطورة. يا الله تويت هارولد كل كرة في إيده العين عليه واحد اثنين ثلاثة يا الله سنة 11 نرجع لها جولان زاك ليفتون هو إلي هولمان شوب 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 دريب دخول 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 هو 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 لسه الكرة 13 ثانية لسه باقي عندي وقت هو يخترق الدفاع يا عيني عليه. هذا جاري حلو دخول الله علي الله علي يا عيني هدوء سكون واحد اثنين دفاع قوي متابعة تسجيل والجروب دخول على العمق مع لف ودورات شوف السرعة والتحليق والانسلاب والتسجيل دخول في العمق لهذا الخطير لهذا الخطير الفلبيني اللي كان متابعة 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 قلت لك هو خطير 24 اسمع الآهات اسمع الآهات الله اللعبة اللي فاتت على الدور الدفاعي ليه؟ على الأمل والإبقاء في المنافسة أمام هذا الحضور الجماهيري يا عيني والبلدوزر إلي هولمان هادو خط إيديان على الثلاثين 31 24 طيب الرد يا عيني هذا السريع وين 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 يا حلاوة هذا الصورة اسمع لكن الهولاد مش عاطل لهم بجرة جاك أربعة جاكسون فوكر جديان هو جاك شوف جديان لا تعالي جدا لكن مين الدور الدفاعي الهرد كرة خارج الصفر أيضا من الحكام العالمي يا سلام يا الله الرد كان سريع أندري روبنسون يرد على ليفتون سلام بشكل حلو جاكسون هيا جاكسون وحديان يقدم مستوى خير عالي رد سريع شويت الأنظار لما كان هذه الأمور اللي كانت في لبنان كانت بالفعل عاطلة وهي إن شاء الله جدا فريق هذا الأسطوري زاك ليفتون هي رئيس اتحاد الإمارات رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة حضور لهذه المباراة عطول يا صنم العملاق يبدأ خلاص تسديد وزاك ليفتون إلى الرائع اليوم جاكسون باقي خطأين ترجع مرة ثانية نشوف تحديد الآن بالتحضير عن طريق أندر روبنسون عندي دفاع قوي جدا عن طريق عن أسطورة تبدأ على طول هو روبنسون لكن أي لاعب يحرك الكرة روبنسون لكن هذه المرة هيا يا أمتي يا جاكسون ريباوند ذاك الخطير على طول سالم وانت سالم وهيا الله لا هذا انت ابتدى اعتمد الان على مين على ماكس فوكس يا يا يا
ورفع البارك 58-54. دفاع قوي ممكن يعيد الفريق. نعم ممكن مباراة قمة في لمعة تسديد عمالك على الطرف الثلاثي ممكن تاخذ الاهات هيا اللبناني شوف سكوي الله عليك لعيب الله عليك دويت بيتر كلوب مع دويت غير ترجع لها ثلاثية هم اعدل الشبك اعدل التكنيك اسمع ألين دفاع تحول سريع من دفاع لجوه انتقام مع هجمه سريعه مرتده لا 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 ايش ماشي اندري ترجع مرة ثانية شوف المهارة شوف الروعة شوف الإثارة شوف النجم شوف التسجيل شوف الإنسان الحب والعشق والتملي كل الفيل بالحكمة والرياضي وبيروت صنع اللعبة جاد يا ولد تنهاها على اللعبة اللي فاتت لا هذا رقم 30 اللعبة اللي فاتت محاولة 30 عن طريق جاري كيفن يسلم ها طيب الثالثة خلاص مشت عادي هذا في الدفاع القوي جرب الثالثة وهي ممكن والحهاد الجماهيرية كلها يا سلام لسه بدري استلام على طول الثالثة ممكن يا الله يكتب كل التوقعات شوف التحضير التكتيكي لجوردن هذا لا 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 عيبة القلب لا كل التوقعات 79 أدري ما بيشتغل شوف الآن يعني على طول التحضير عن طريق جوردن أوه العالم يفشل الدويت موجود في الأمل موجود يا زاك موجود جزك هدفك موجود الأمل موجود محضر للسلاح على طول عن طريق روبينسون يمر للخلف لاعبة الثالثة خلاص خاكي بشكل في منتهى الروعة لكن يبقى شوف تقريبا تقدر تفعل سترونج جروب جاكي التحضير على طول مون تدوير اللعب دفاع قوي الخطير 17 ثانية لسه تكلم جول لا 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 جوردن شوف فتح اللعب يسلم على طول الاستلام عند الخطير عن طريق جاري استلام عمار روبنسون أفضل ضغط الكرة للسعد الثواني الأخيرة ليطلع على 24 ثانية ما في الحد الوحيد الآن يا أخوه كن هيا بداها وانها هذه ثانية ثانية بالفعل أبدعوا في الجماهير الفلبينية الراقية